أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة المخرج والممثل المسرحي السوري نمر نبهان. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما له من عذوبة وإيقاع جميل على القلوب، أثرنا أن تكون له زاوية في حلقة هذا اليوم ووقفة مع الشعر. قصيدة في ظلال القدس. في نبض أرضي للحديث رواه، في نبض أرضي للحديث رواء، فلها بقلبي خفقة زهراء. مسحت جبين الصمت كف سلامها، وتعطرت بصلاتها الأجواء، وتمايلت نشوى بسحر غرامها، ومضت يناجي خطوها الأمراء. بسماتها همست إلي مودة، أن الصباح من الظلام دواء، وقوامها ما زال ينشد في الملا، أن الرماح يزينها إغواء. ماذا وراءك يا صبية خبري، فلقد أهاجت مهجتي الأهواء، وترفقي بحنين نفسي، إنني لبحور عينك ساقني الإطراء. أنت التي حضن الزمان جهادها، ليفيض منه اللؤلؤ الوضاء. أنت التي حضن الزمان جهادها، ليفيض منه اللؤلؤ الوضاء. تقف النفوس أمام بأسك كلها عجب، وبعض وقوفنا استحياء. فبقوة علمتنا يا قدس كيف البأس، كيف النبل والنبلاء. ها هم أسودك قد سموا بصمودهم وببأسهم تتفاخر الهيجاء. أذنوا لفجر النصر أن يرقى على ليل الخنوع، وإذنهم إيماء. كشفوا لدى الأهوال وجها غاضبا، وهم على كنز الهدى أمناء. قنديل مجدك سوف يبقى مسرجا،
حتى ولو بدم الجنين مضاد. لا من لئام على وليدك عزه، لا من لئام على وليدك عزه، عار عليهم كلهم جبناء. كانوا كماتا بالكلام، وحينما انطلق السفين وهاجت الأنواء، عصبوا بقهر رأسهم يا خزيهم، هم للرجولة والرجال أساءوا. باعوا كرامتهم وخانوا عرضهم، ما ردهم رغم الصراخ حياء. باعوا كرامتهم وخانوا عرضهم، ما ردهم رغم الصراخ حياء. عاشوا بكهف الصمت طمس العين، مهما شوهت وجه الحياة دماء. لا تلوميهم على جرع الأسى، لا تلوميهم على جرع الخلا. أعلى الصغار يعاتب السفهاء، بؤسا لجوع الخوف لم يبقوا على شرف، وما في الخائفين غناء. لهفي على روح تنادي أمة أبناؤها لعدوهم سفراء، لهفي على روح تنادي أمة أبناؤها لعدوهم سفراء، لهفي على أمل يعاني جدبه، كم كان في روضاته آلاء عيناه تنطق بالدموع وبالأسى، عيناه تنطق بالدموع وبالأسى. ولدمع حلمي يحسن الإصغاء، فبكل حرف من بكاه ضراعة، وبكل سطر زفرة خرساء. ولقد مددت إليك كفي فاقبلي، في كف حبي لهفة ووفاء. أفديك يا كنف الشهادة حرة، أفديك يا كنف الشهادة حرة، والكون من أجل الكرام فداء. صوت البطولة ليس يكفيه صدى، صوت البطولة ليس يكفيه صدى، فالآن كل جوانحي أصداء، فالآن كل جوانحي أصداء. الكتاب هذا الجليس الجميل كان له حيز جميل أيضا في حلقة هذا اليوم وفقرة هذا كتابي. روايتان صدرت لي، لكن الثانية كانت أسرع بالصدور، وتلكأت الأولى قليلا. الأولى بعنوان الدم الأسود، والثانية هي رواية صداع في رأس الزمن، صداع في رأس الزمن، وهي محور حديثنا هذا. عندما تعلم أولادك حب الوطن والدفاع عن الوطن والذود عن الوطن، ثم تجد نفسك فجأة تجهز نفسك وأولادك وتحثهم على الرحيل لكي تحافظ على حياتك وحياتهم، فهنا المسألة، وهنا بيت القصيد، وهنا مربط الفرس. إذن يجب أن نوثق للأجيال القادمة عندما يتساءلون لماذا نحن هنا في بلاد الاغتراب، أو لماذا ولدنا هنا. فمن هذا السؤال كانت أولى خطوات مشروعي في الروايات التوثيقية، ولعل ثاني هذه الروايات هي صداع في رأس الزمن.
صداع في رأس الزمن التي تصور بأسلوب روائي يعتمد على الخطف خلفا أحيانا وعلى السرد الروائي أحيانا أخرى وعلى الحوار والمونولوج في كثير من الأحايين. تتألف من 4 أقسام: القسم الأول نزيف الذاكرة، القسم الثاني في أثر أخفاف البلم وما أدراك ما البلم، يعرف البلم الكثير من الأخوة المغتربين ولهم مع البلم قصص وحكايا لا يعلمها إلا الله ولا يعرفها إلا هم. القسم الثالث وهو خلف بلاد الغال في بلاد الجرمان، والقسم الأخير هو دموع المناديل. دموع المناديل. الرواية تصور هجرة عائلة فراتية من شرق الفرات عبر تركيا مرورا بالبلم، مرورا بأوروبا إلى بلاد الجرمان، وقصة اندماج هذه العائلة في المجتمع الألماني بعد الهجرة. تنتهي الرواية الحقيقة بمفاجأتين من العيار الثقيل. أردت أن أوصل رسالة إلى الأجيال أن لا يحكموا على العالم بمجرد ما يسمعون، بمجرد الخطب والخطابات التي تأتيهم من هنا وهناك. عليهم أن يروا، عليهم أن يندمجوا مع العالم، عليهم أن يخالطوا العالم، الديانات الأخرى، الثقافات الأخرى، المناهل الأخرى والموارد الأخرى، ثم بعد ذلك يطلقون أحكامهم على العالم أو على الثقافات. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة المخرج والممثل المسرحي السوري نمر نبهان، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا المخرج بك والممثل المسرحي السوري نمر نبهان، حياك الله ضيفا على فضاءات. تحياتي أستاذ محمد، وشكرا لقناتكم قناة الرافدين، وشكرا لك شخصيا على هذه الاستضافة. شكرا. حياك الله، فرصة سعيدة أنه نلتقي بحضرتك ونطوف في فضاء العمل المسرحي. طبعا البدايات، أو هناك محاولات كما عرفت أنك في المدارس كنت تمارس التمثيل والإخراج المسرحي، لكن البداية الحقيقية كانت عندما دخلت إلى المعهد القومي للعمل المسرحي في اسطنبول. المعهد، معهد هو معهد للتمثيل. نعم. ولكن بعد دراستي في هذا المعهد، نعم، يتم تهيئي لدخول المعهد المسرح القومي. ولكن نعم، المسرح القومي التركي يعني في يعني هناك بدايات تمهيدية للدخول إلى هذا العمل. بالضبط. نعم. وهو مسرح عريق جدا. إذا نتكلم يعني عن هذه، نعم، التجربة. نعم. نعم. صراحة المعهد التركي اللي بدأت فيه، أولا اكتسبت منه خبرة كبيرة في المسرح بشكل خاص. نعم. وأيضا كان في شيء من السينما أيضا، وبدأت في 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 السينما أيضا في هذا المعهد. بالنسبة للمعهد التركي أضاف إلي فكر جديد. ليش؟ لأنه المدرسة اللي بتتبع المدارس العربية أو الجامعات العربية، تمام، أو الفكر العربي كمثال المدرسة الروسية كونستانتين ستانيسلافسكي مثلا، ولكن الأتراك يتبعون مدارس أخرى مثل مايرهولد أو مولير أو إلى آخره، يعني الفرنسية أو الألمانية أو غير مدارس. فأضافت لي مدارس أخرى في المسرح، أضافت لي أفكار جديدة، أفكار نظرة جديدة إلى المسرح، لأن المسرح ليس هو يعني مذهب واحد أو نوع واحد، بل هو الكثير من الأنواع والكثير من المذاهب المسرحية. يعني كيف نفهم هذه المذاهب؟ يعني احنا يعني كمتابعين، نعم، لسنا مختصين، انه نعم، انا ارى ممثل يقف على المسرح ويمثل دور شخصية معينة
عن حدث معين، هكذا نفهم. نعم. يعني كيف نفهم الموضوع، كيف المذهب نفهم هذه المواضيع؟ نعم. المذهب الطبيعي كمثال. نعم. تمام. يحاكي الطبيعة، يعني يحاكي كل شيء طبيعي 100%. يعني لو افترضنا أن على نطاق الديكور. نعم. كمثال، وليس على نطاق التمثيل. على نطاق الديكور يجب أن يكون الديكور في المذهب الطبيعي 100% طبيعي، شارع شارع، حجر حجر، يعني كل شيء طبيعي فيه. تمام. وعلى نطاق التمثيل أيضا يجب أن تكون المشاعر معايشة. نعم. وليست مركبة، أو ليست كيف تكنيك معين للتمثيل. نعم. لا، لازم تكون معايشة 100% لحتى الجمهور يحس بطبيعية هذا العمل. يعني تقصد قصة حقيقية؟ قصة حقيقية، وأيضا. نعم. التشخيص. نعم. حقيقي 100% معايشة. نعم. المعايشة أن تعيش الدور داخليا وخارجيا. هذه قدرة الممثل يعني. بالضبط. نعم. ولكن بعض المدارس لا تعمل على هذا النطاق. نعم. كمايرهولد. مايرهولد ما بيعمل على المعايشة، هو ضد فكرة ستانيسلافسكي في المعايشة. يعني بيقول لك إنه أنا ليش أعايش الألم. نعم. تمام، وأتألم. فبالنهاية الممثل قادر على تكنيك معين أن يظهر للجمهور أنه يتألم، ولكن هو من الداخل لا يتألم، بل هو يمثل. هو قدرة العمل أنك توصل هذا الألم وهذا الوجع وهذه المشاعر إلى المشاهد. طبعا لا تستطيع أن توصلها إلا عندما تتقمص الدور بشكل فطري، بشكل يعني تلقائي، وتشعر أنك الشخصية الحقيقية الأساسية. تمام. هنا ليس جميع المدارس المسرحية تمام تقول هذا الكلام. نعم. فقط بعض المدارس لك أنه المعايشة 100% تمام هي التقمص الصحيح. ولكن في بعض المناهج مثل مصر، مثل. نعم. جامعة عين شمس كمثال، بموضوع تقمص أو كلمة تقمص هي مرض وليست عمل فني إبداعي. هي مرض. يعني أن تتقمص لدرجة أن تتقمص الشخصية وتعايشها 100% هذا غلط عن بعض المدارس. مرفوض لديهم في مذهبهم؟ ليس مرفوض، ولكن. نعم. الوصول لهذه المرحلة هي مرحلة المرض. ليش؟ لأنه مثلا هون المسرح التركي. طيب لماذا نسميها مرض؟ لأنه التقمص هو مرض نفسي. نعم. حقيقة هو تصنيف مرض نفسي، أن. نعم. تتقمص، أن تعيش حالة شخص تاني، كاركتر معين. أو شخص حقيقي معين، أن تعيشه 100%، يعني تعاني معاناته، تفكر أفكاره، وهذا خطأ. أنا إنسان وممثل. ما الخطأ يعني؟ يعني أنا أريد أن أوصل فكرة معينة أو قصة عن شخص هذه معين. الفكرة. فالتجسيد. نعم. بشكل. نعم. طبيعي. نعم. هو غالبا ما يكون تقمص، انه هو ينبع من قدره وخبره للممثل حتى يستطيع ان يصل الى مستوى الاداء الحقيقي للشخصيه الحقيقيه. بالضبط. التجسيد بشكل لماذا صحيح. لماذا يسمى مرض يعني؟ لماذا؟ لانه مثل ما قلت لك، انك مثلا كاركتر المعين. نعم. الفلاني، لنقول مريض نفسي. فانا يجب علي تقمصه. تقمصه حقيقيا هو ان امرض، وإذا أنا مرضت كممثل. نعم. تمام، فبالتالي لست قادر أن أطلع من هذه الشخصية بسهولة. والكثير من الممثلين في الأفلام الطويلة أو المسلسلات الطويلة، مثلا 100 حلقة 200. نعم. حلقة تمام، في شخصية معينة، يعمل شهور أو سنين في شخصية معينة، يجد صعوبة من خروج أن يخرج من هذه الشخصية بسرعة إلى عمل آخر. يعني هذه الشخصية تتلبس به. بالضبط. وهذا. نعم. خطأ عن بعض المدارس. نعم. المسرحية. وأنا صراحة يعني دخولي للمدرسة التركية تمام أو المعاهد التركية أضافت لي أن لا أنظر من منظور واحد إلى المسرح. نعم. أو إلى الممثل بشكل خاص. جميل. حضرتك بعد أن شست مرحلة الدراسة في المعهد المسرح القومي التركي في إسطنبول، افتتحت معهد البوليفارد المسرحي واستقبلت فيه يعني مجموعة من الشباب الذين يرغبون في ممارسة العمل المسرحي والتمثيل. طبعا هي خطوة جريئة أنك في وقت مبكر أنك تقدم على تأسيس معهد. نعم. ودي أن نسلط الضوء على هذه التجربة، ومن استفدت منه في هذه الخطوة الجريئة. صراحة أستاذ محمد، فكرة معهد البوليفارد المسرحي هي فكرة اضطرارية. نعم. وليست خيار كان لي. يعني أنا عاشق للمسرح تمام، ودارس للمسرح ومحب للمسرح، ولكن لا يوجد ممثلين،
وإن وجد ممثلين فهم غير فارغين يعني فاضين لموضوع المسرح. نعم. مو فاضين للمسرح. غير متفرغين يعني. متفرغ. نعم. غير متفرغين. نعم. وأيضا موضوع أن هناك ليس هناك الكثير من الممثلين الشباب. أين الشباب؟ فأنا هنا من هذا المنطلق فتحت معهد البوليفارد المسرحي. وبدأت فيه. هناك حاجة. نعم. لتوفير طبعاً الطاقة الشبابية طبعاً طبعاً اضطررت أنك نعم تقدم على هذه الخطوة. نعم. اليوم الشباب اللي عم يطلعوا من معهد البوليفارد المسرحي عم يطلعوا كانوا هاوين مسرح حابين المسرح ولكن لا يعرفون تقنية المسرح أو تقنية الممثل أو التكنيك أو المنهج الأساسي أو التدريب الأساسي أو هذه الأمور الأكاديمية كيف يظهر الممثل بشكل أكاديمي بشكل صحيح على خشبة المسرح أو على شاشة السينما. فأنا اضطررت أن أفتح معهد البوليفارد المسرحي وأيضا عشقا لي في 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 المسرح. نعم. صراحة يعني تقدم محاضرات في هذا نعم هذا نعم حد على يعني في صراحة مذهب المسرح. نعم. نعم. من يعني من استعنت بهم بهذا بالضبط بهذا هذا سؤال جميل جدا. ليش؟ لأنه أنا في عمري أنا صغير تمام ومهما كبرت خبرتي في 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 تدريب الممثل فهي خبرة ضئيلة جدا. نعم. تمام. هي خبرة 8-9 سنوات هنا في تركيا لا غير. نعم. فاضطررت انه يكون موجود مخرجين. نعم. وفنانين تشكيليين وكتاب سيناريو يدرسوا في المعهد. نعم. مثل الأستاذة غادة الطائي مخرجة ومدربة مسرحية معروفة. طبعا هي من الموصل. وأيضا الأستاذ باسل العبيدي. نعم. الأستاذ باسل العبيدي هو فنان تشكيلي وفنان عالمي فبالتالي أضافوا لي الأساتذة أضافوا طيب لي السيدة غادة الطائي معروفة أنه هي مخرجة وممثلة. نعم. مسرحية واضح أنه هي تقوم بهذا الدور. الأستاذ باسل العبيدي هو خطاط فنان تشكيلي. فنان تشكيلي. نعم. يعني كيف ما الذي ما الدور الذي يؤديه في في المسرح المسرحي يعني. نعم. آخر مسرحية إنه كانت من الرسم الأستاذ. نعم. باسل العبيدي. معذرة سنكون بعد الفاصل. معذرة. نعم. فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة المخرج والممثل المسرحي السوري نمر نبهان. أعود إليك سعد نمر. كنا نتحدث عن المعهد وسألتك عن الأستاذ باسل العبيدي وهو خطاط وفنان. نعم. تشكيلي. فما الدور الذي يقوم به في الأستاذ باسل العبيدي؟ هو مدرس في المعهد يدرس الرسم والهندسة الداخلية. نعم. وأيضا بالنسبة للمسرح يدرس الهندسة المسرحية هندسة. نعم. الديكور المسرحي وهو خبير في هذا في هذه الامور. ومثل ما ذكرت منذ قليل انه اخر مسرحيه هو اللي رسم المسرحيه بوقت قصير ايضا يعني كان رسم ابداعي بوقت قصير جدا. والاستاذه غاده الطائي هي مدربه ومخرجه في المعهد. تقصد اخر مسرحيه اللي هي مسرحيه قريه اهل الكرز. نعم. نعم. بودي. نعم. طبعا هذا العنوان جميل. الكرز هو الفاكهه يعني طبعا. تقصد طبعا. القصه تتحدث عن حاكم مستبد يعني يبطش بشعبه. نعم. فتوقفت حقيقه امام العنوان الكرز هذه الفاكهه اللذيذه الجميله انا والحاكم الظالم كيف صار التوفيق في هذا الأمر. نعم. انا سعيد جدا صراحه. نعم. انك تضيء على الاسم لأنك أول من أضاء على الاسم صراحة. والاسم أقصد فيه يعني في معاني كبيرة جدا. نعم. الكرز هو شجرة الكرز. نعم. لنقول تمام هي شجرة السلام. نعم. وهذه الأرض اللي مليئة بالشجر الكرز مليئة. نعم. سلام. نعم. تمام. كيف وفقت بين الظالم والسلام؟ نعم. أعني في الكرز أعني السلام شجرة السلام تمام. وأيضا لونها لون الكرز هو لون الدم. نعم. فالظالم الحرب السلام الدم هذه التكوينة تمام عنوان لقرية تمام تدور فيها هذه الأحداث الكثيرة تمام
وتدور فيها أحداث الظلم وقتل الظلم. نعم. يعني الظلم والقضاء على الظلم. نعم في نهاية المسرحية. يعني في نهاية المسرحية قضي على الظلم. بالضبط. نتمنى بالضبط. طبعاً. نتمنى. يعني نتمنى. شعوبنا تكافح وتناضل من عقود. طبعاً. طبعاً. عشرات السنين و. يعني ظالم وحاكم طاغية يستبدل أو يستبدل بطاغية أقسى منهم. يعني هذا قصة هذه المسرحية، هل أفهم أنها هي إسقاط للواقع العربي وخاصة الواقع السوري؟ هلا صراحة بشكل عام أنا لا أريد أن أوضع بين قوسين. نعم. يعني أن أوضع في الشأن السوري أو الشأن العربي. نعم. لا، المسرحية هي لو شلناها اليوم وحطيناها في أي دولة في العالم في أي زمن. نعم. تمام، يوجد هناك طاغي ويوجد ظلم، تمام، ويوجد شعب مظلوم ويوجد ثائر في جميع السنوات. نعم. والأعوام اللي من عام 2000 من عام 0 إلى 2000، يعني ممكن أن توضع هذه المسرحية في كل مكان. ولكن أيضا. نعم. أنا كسوري، تمام، طبعا من المؤكد أنها إسقاط على بلدي، تمام، ولكن أنا أدبيا لا أحب أن أوضع بين قوسين صراحة. نعم. يعني. نعم. حالة إنسانية عامة. بالضبط. الظلم موجود بالضبط في كل بالضبط مكان، وهذا الأمر موجود في كل مكان، في كل مكان وزمان. نعم. يعني ابتليت بهم البشرية. وأيضا أتحدث عن أريد أنوه للموضوع أن المسرحية، موضوع المسرحية. نعم. ليس بموضوع جديد، يعني ليس بموضوع جديد. نعم. وإبداعي ولا لا لا أبدا، الموضوع صار أكثر من مرة. نعم. بأساليب معينة وأساليب مختلفة. نعم. تمام، فالمسرحية يعني ليست بموضوع جديد. نعم، بل هو اللمسة الذي طبعا هو أكيد هذا الموضوع يعني اشتغل طريقة عليه، طريقة تناول هذا الموضوع بالمسرح. تمام. نعم. هذا إبداعنا سواء في المسرح. نعم. أو سواء في الدراما أو السينما. نعم. طبعاً الشغل. نعم. على موضوع الظلم والحكام الطغاة وكيف يمارسون الظلم والبطش بحق شعوبهم والثورات أيضاً، و يعني هذه رهصات الحياة طبعاً. نعم. يعني هناك أعمال كثيرة تناولت هذا الجانب، لكن العنوان حقيقة يعني يجمع أثني عليه، يجمع قرية أهل الكرز، هذه الشجرة الجميلة الفاكهة اللذيذة. نعم. اخترتم هذا العنوان، هي هذا التجديد في الموضوع. بدي أن أسأل عن إبداع آخر لحضرتك، هو أنك شاركت في مسلسلات درامية عربية كثيرة. نعم. ومنها مسلسل عروس بيروت، هذا مسلسل نعم. اللبناني. نعم. حضرتك كان لك دور في هذا المسلسل أو عمل أو بصمة في هذا المسلسل، بدي أن نتحدث عن هذه التجربة وكيف كان التقييم لها. صراحة مسلسل عروس بيروت هو. نعم. مسلسل تركي تم تعريبه هو عروس اسطنبول، وتم تعريبه إلى عروس بيروت. تجربتي في هذا المسلسل جميلة جدا، وصراحة يعني التعامل مع الام بي سي تعامل لطيف جدا، تعامل جميل نقول عنه. وأيضا تجربتي كفنان في هذا العمل كان دوري عبارة عن فلاش باك، فأنا يجب أن أكون في عام 80. نعم. فأن أتقمص شخصية هي موجودة أو. نعم. أن عايش شخصية هي موجودة، شخص معين، أحاكي حركاته ونظراته إلى حبيبته، كان الموضوع. نعم. بين عاشقين، وتصرفاته من كونه كان شخص من عائلة فقيرة وتحول إلى شخص صاحب شركات وهو إلى آخره. فأنا أمثل الفلاش باك أو ذكرى هذا الشخص، هذه الشخصية. فتركيبة الشخصية تتطلب من الممثل أن يعمل عليها أن يكون شبه لهذا الشخص، لأنه فلاش باك، يعني فلاش باك عن الكبير. نعم. صغير. جميل. نعم. حضرت قلت هي بالأساس تعريب لمسلسل تركي هو طبعاً عروس طبعاً اسطنبول. نعم. هل هو العمل مشترك صار مع إدارة المسلسل السابق الأصلي التركي أم؟ هلا صراحة بشكل لوجستيك لا أعلم صراحة. نعم. ولكن هو يعني صار في عدة مسلسلات تركية. تمام. تشتريها الام بي سي وتعربها يعني تعمل عليها في بممثلين عربيين، يعني. نعم. دراما مشتركة تسمى حاليا. جميل. حضرتك لم تكتفي في المعهد، يعني انشأت يعني بتقديم دورات او ارشادات او نصائح او محاضرات، يعني انشأت ايضا فضلا عن ذلك عن المعهد قناة يوتيوب.
وتقدم فيها محاضرات ودروس عن صناعة الفيلم السينمائي القصير. نعم. يعني نعم. لو أراد أن شخص متعلم جديد أن يشتغل على صناعة فيلم سينمائي قصير، ما هي الأدوات التي يجب أن يوفرها لهذا؟ يوفرها. نعم. هلا ليش نحن بنقول صناعة الفيلم القصير؟ لأن وخصوصا على اليوتيوب. أنا من طابع تجربتي في دراسة السينما بدأت في دراسة الفيلم القصير، بدأت من دراسة الفيلم القصير وإلى ما هو أكبر من الفيلم القصير، يعني من 3 دقائق إلى 7 إلى 40 دقيقة إلى 120 دقيقة. فشو هي الأدوات اللي لازم تكون عند المخرج الصغير؟ نعم. تمام، أو المبتدئ. تمام. يجب أن يعلم، يعني أهم شيء في موضوع بداية فيلم قصير هي أن يعلم الأساسات، يعني أساسات اللقطات، أنواع اللقطات معينة، أنواع الزوايا، أنواع العدسات. نعم. هل تستخدم هذه العدسة لهذه اللقطة مثل الكلوز أو العامة أو إلى آخره، هي كبداية. ولكن صناع الفيلم القصير يجب عليهم أن يعلموا جميع تفاصيل الفيلم، من صوت، من تصوير، من تمثيل، من إخراج، يعني هو رب العمل وهو صانعه وهو منتجه وإلى آخره. فيجب أن يعلم هذه التفاصيل كلها، يعني الصوت كيف يسحب الصوت في السينما. نعم. هل هو مثل المسرح كمثال؟ لا، بالسينما الصوت والإفكتات، الإفكت ساوند إفكت، تؤخذ وتوضع بشكل مختلف تماما عن الدراما كمثال. شكرا لك. نعم. شكرا لك المخرج والممثل المسرحي السوري نمر نبهان على هذا الحوار الشيق. شكرا لك. أنا كثير تشرفت بحضرتك وببرنامج فضاءات، وشكرا لقناتكم قناة الرافدين. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.